سلام البنات، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وفي احسن الاحوال. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله، سلام على كل اخواني متتبعين قناتي. ان شاء الله تلقاو كل الفائده. في اخر فيديو درت لكم على الطرز، لقيت تساؤلات كثيره كثيره كثيره. وانا قلت لكم يا البنات صبرا صبرا صبرا، راح نبداو في دروس الطرز باذن الله. هانت كما قالها الواحد، هانت ما عنده ما مازال باذن الله، ونبداو نحطوا في الفيديو تاع الطرز. لكن عفوا قبل ما نبداو في فيديو الطرز، هادو تساؤلات لازم نجاوب عليهم، يعني ما فيهاش لازم نجاوب عليهم. بزاف البنات اللي حارت لهم، يعني قعدوا متعجبين كيفاش تطرزي بلا الكركاف اولا وبالبيد بيش ثانيا، وكيف حتى الخدمه تجيك سهله وتحركي القماش تحت البيد بيش او ميم طون ما تكملش. هذه كامل التساؤلات راح تلقاو فيها الاجابات باذن الله. لكن نبدل الساعه، نظن انه راه يتحرك الحامل. المهم قبل ما نبدا نعتلكم في الماشينه، راني نبدل البلاصه باش ما تشوفوش الفيديو يتحرك كما صرات لي في اخر مره. البنات هنا صدرت روحي، راني يعني شاريه كونتيتي مليحه تاع الخيوط. الخيوط اللي عندي شويه قدم، يعني عندهم سنوات هما محطوطين، لقيتهم كامل تنداو، والخيط لما يتندى يرجع يتقطع فاسيلمون، ولا كان تقطع يعني ما يخدمش مليح في الماشينه. لا ماجوريت يعني افسد لي. هنا شريت كونتيتي مليحه، انا قلت لكم نتنقل مدينه قسنطينه نشري منها لا فورنيتور، يعني مؤخرا ونلتم. حقيقة يعني البنات اللي سقسيوني دائما مين تشري، انا نشري من طريق جديدة، لكن الخطرة هذه راهو لو شوا ما كانش. قسنطينة راهي تسيرات سوا سوا، يعني لا فورنيتور راهي قليلة قليلة، والشي اللي كاين كاين يعني حاجة ستاندار، يعني حاجة كيما نقولوا في العراسي تلقى غير دوغي ارجنتي، لي كولور ما كان، والحوايج الاخرين تلقاهم شوية ناقصين. المهم يعني هادو البنات اللي سقسوني على البلاصة وين نشري لا فورنيتور تاعي. شريت كمية مليحة تاع الخيوط الحرير، لقيتهم اون بروموسيون، هادو 5000 الحبة، 5000 لابوبين يا البنات. اللي في الوقت العادي انا هادو كنت نشريهم 14000، تقول يعني سي لا ميم، يعني ما فيهاش فرق كبير. هادي 14000، هادو 5000، يعني اون بروموسيون. اديت كمية دي كولور باهيين، يعني لقيت ما لقيتش كام دو كولور كبيرة، هادو هما ديت من كل وحدة، من كل كولور وحدة. الخيط اللي نستعمل يا البنات في لاكانيت، انا نستعمل دائما الخيط العادي تاع الخياطه اللي هي الكون، هذه اسمها الكون، يعني غير الكبه الكبيره، مع الدوغي يعني هذا الصم او التيرزي او المجبود، كل واحد كيف يسميه. نستعمل معاه خيط الخياطه الاصفر، يعني طون سيغ طون هكا باش تجيني خدمه نظيفه، ونخاف يعني لو حتى تجبد لي الخيط ما يكونش يبان بزاف، مع اني انا احرص اني نريغلي لا ماشين دو سورت كو، يعني نحاول ما نستعملش كلمات فرنسي سامحوني، نحاول نريغلي او نعدل الماشينه انه التيرزي او الصم او المجبود ما يخرجليش فوق القماش، يعني يكون تحت القماش، والخيط ما يكونش خيط رقيق، يعني يكون مش متعادلين لكن يكونوا مليح. دوك نعطيلكم ابيبري كيفاش تكون لا طونسيون، يعني ترجع فيها الريغلاج تاع لا ماشين. ثاني حاجه انه لما تكون الصم في لارجونتي، طبعا نستعمل كبه تكون بيضاء. هذا فيما يخص الخيط اللي نستعمل. هنا عندي لا كون هذه ولا الكبه هذه الكبيره اللي هي تاع السيرجي، انا نستعمل السيرجي في الطرز، نعمر به لاكانيت، يعني يساعدني مليح، هو نيلون يعني ما يتقطعش، يعني صحيح اللي بيان سوليد، او ميم طون الكبه كيما نهك ب 20000، لا جو بونس شيتها ب 20000، شوف مانيش متاكده مليح، مانيش متاكده، جو بونس 20000 ولا 15000 الله اعلم، يعني عندها مده ملي شريتها، واحد العامين بالك، وهي محطوطه، يعني نستعملها غير ساعات للطرز، وكوم هو فيه بزاف شوفوا قد ما تقعد. الكركاف تاعي البنات هاهو، او الطاره، المرمى، كل واحد كيفاه يسميه. يعني انا نستعمل لكم كل اللهجات حتى تاع الوطن العربي هكا باش تعرفوا على واش راني نهضر. حنا نقولوا الكركاف، يعني انا طريقتي او لهجتي نقول الكركاف. انا تاعي ندرت له سكوتش، هذا اللي يدخل في القماش، يعني هذا اللي نسيريه في القماش، ملوي عليه سكوتش باش ما يجرحليش القماش، يعني باش ما الحطب نتاعو دي فوا تكون فيه مكروش، دي فوا هكا يعني الحطب يكون حرش، كيعود عندي دي ساتان ونتكى عليه باش يدخل يجرح لي ساتان، انا راني هنا ملويه عليه سكوتش، ها يعني وباين ها
يعني نقعد لولو تاع السكوتش نقعد ندور عليه ندور 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 حتى نكملو. كاين اخوات يديروا عليه الشاتيرتون، الشاتيرتون ما يعجبنيش يخرج اللصقه تاعو يقعد يعني حاشاكم يخمج لي تيسو. وكاين اللي يديروا بلاستيك يعني تقعد طرف مليح تاع لاستيك واحد المتر تي ولا ثلاثه وتقعد تبرم عليه تبرم عليه تبرم عليه وين تجي تكمل تخيطو بالبرا. انا ديك الطريقه ما استعملتهاش، مدايره سكوتش مساعدتني تري بيان. نجاوبكم البنات علاه ما استعملتش القرقاف لما شفتوني نطرز اخر مره. نحصى هادو بك من فوق الطاوله العمل او فوق الماشينه ونجاوبكم يا البنات علاه ما استعملتش الطاره علاه ما استعملتش القرقاف. هو لاني القندوره كانت كبيره، القندوره كانت شارجي يعني النقله وحدها فيها متر، يعني النقله تاع الحسكه، الحسكه اللي من القدام فيها متر طول على متر الدفاره فيها متر عرض ولا متر وحاجه. طبعا هي كي تطرز راهي تضيق شويه، ماشي حاجه لكن تضيق. على بها ما نقدرش نستعمل الطاره او ما نستعملش القرقاف، يصير النقله كبيره والقندوره ايماجين يعني الواقفه يعني تعود عندك فوليوم، الفوليوم تاع القندوره ما يسمحليش اني نستعمل القرقاف حتى ولو كبرت القرقاف ما نقدرش. علاه نستعمل علاه استعملت طريقتي اني ما درتش القرقاف ودرت ديريكتوم الطرز على القندوره. قلنا خاطر القندوره كبيره وحنا معروفين الجزائريين بالتقليد نتاعنا القندوره تكون شارجي يعني تكون عندها رقبه درعين دفار وبالحسكات يعني هذوك السجرات اللي يجيو طالعين الحسكات يكونوا كبار. لما تكون قندوره فيها الفوليوم هذاك كامل امبوسيبل نستعمل قرقاف فيها، ولازم نستعمل على نفكها على الماشينه كامله ونقدر نخيط بكل اريحيه بلوتو نقدر نطرز بكل اريحيه مالغري تعذبني. يعني دي فوا كي نعود النقله راني نخدم الفوق والدفال يدخل لي هنا هكا نعتبك يعني الدفاره تدخل لي هنا راهي ما تقدليش تلقاني نبرم 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 نطبق القندوره ونحاول اني نستعملها في الجهه هذه يعني نتمرمد يعني ما تقولش راهي ساهله سيرتو كي نعود نطرزو في حوايج فوليوم يعني حاجه كبيره راهي صعيبه. المهم انا جاوبتكم على الخدمه تاعي علاه ما تكمشتليش، هو لاني وما تتكمش يعني انا ما تتكمشليش. اولا هو لاني مستعمله هذا هدية نفس القندوره، هذا هو القماش نتاعها كنت نخدم هك، هذه الطريقه اللي كنت نخدم. هذه طبقه تاع التول هذا نستعمله نطرز عليه. علاه نستعمل هذا باش كي نجيو نركبوا لي بيرل ولا نخدموا لها التعمار كي نقلب نلقى وين نعقد الخيط. لو كان نخليها غير بالافيزلين لافيزلين تتقطع الخيط ما يحكمش فيها حتى وين انا عقدت الخيط انا نجبد لافيزلين تتقطع. نستعملوا هذا منه لما نجي نحكم على الطابله يزلق يعني كي نحب نحرك القندوره يزلق يعني هذا تاعو ملس او ميم طون باش كي نعملوا التعمار يلصق فيه. راكم تشوفوا طبقات نتاع لافيزلين، عندي الطبقه الاولى وعندي الطبقه الثانيه. الطبقه الاولى هي نحددها في القماش ولافيزلين راهي من الخشينه هاي باينه لافيزلين راهي خشينه. نحدد الطبقه الاولى بالحديده المكوات يعني نحدد بالمكوات يعني نلصق طبقه نتاع الفيزلين بالمكوات على القماش يعني على الرقبه على الدرعين على الدفاره. طبعا نخدم بالتسلسل يعني نبدا بالدرعين الاولين والرقبه نركب نلصق لهم بالمكوات الفيزلين ومن بعد نجي على الوجه نعمل الكالك يعني نكالكي. لما نكمل الكالك ونجي للماشينه كي نعود رايحه نخدم نزيد نحط الطبقه الثانيه. الطبقه الثانيه ما تكونش محده نكون حاكمتها بليزيبانكل فقط، نحط الطبقه الثانيه هذه ومعها هذه يعني يرجعوا عندي القماش مع ثلاث طبقات نتاع خدمه. يعني عندي اربع طبقات نخدم عليهم مستحيل تتكمش الخدمه يعني راهو بيان سوليد راهو بيان سيغي. وطبعا الماشينه عندها دور هي اني نفتح الخدمه يعني نرخف لها الخدمه. لما نرخف لها الخدمه مع طبقات هادو كامل نتاع القماش والسجافات ما تتكمش. انا دوك نعتلكم شويه غيغلار وشويه الخدمه نحي هادو ونرجع لكم. جينا نبداو البنات نعتلكم كيفاش نخدم في الماشينه. طبعا قلت لكم انا ما نستعملش القرقاف يعني مراجعه خفيفه ما نستعملش القرقاف لما تكون عندي النقله كبيره.
تعود عندي قندوره فيها رقبه كبيره، الدفيره للحسكه، ما نستعملش القرقف ونستعمل طريقه السجاف اللي تكون فيها زوز طبقات فيزلين وواحده في التول اللي هي بالطريقه هذه. دوك نعتل كم في طرف صغير، لما نجي نخدم نحكم طبقه نحددها والطبقتين الاخرين نحكمهم بالليزيبانجل ونجي نحط الخدمه على الماشينه. طريقه الريغلاج تاع الماشينه يا البنات اللي باش تسمح لي اني نطرز، والطرزه ما تتكمش ليش على القماش. طبعا قلنا القماش عنده دور، لكن لو كانت عاد الماشينه مسيريه في الطرز طبعا راح تكمشه لك. يعني دور الماشينتين عندها دور كبير. ننفي لي الخيط اولا ومن بعد نعطي الكم واش هي الريغلاج اللي ندير لها. الخاصيه الاولى يا البنات، لازم ترخفوا الرجل تاع الماشينه. علاه نطرز برجل وعلاه ما نحيهش؟ الرجل يساعد الكتان يقعد محكوم مع الماشينه، يعني يعاونني انا ما يخليش القماش يهرب لي والنقله تروح لي ونقعد انا نتمحن معاها باش نحكم النقله في بلاصتها. يعني هنا الرجل راهو يعاونني. انا نقدر نشوف، كاين اللي تقول لك نخلي الرجل ما نشوفش النقله، انا توالفت هنا يعني كاستيون تاع ولف بالتعود. اون فوا توالفوا تخدموا بالطريقه هذه، ولازم تتعلموا تخدموا بالطريقه هذه. انا اولا نعلمكم تخدموا بالطريقه هذه، لما تحكموا يديكم وتتمرسوا تتمرنوا على الخدمه بالبيد بيش او بالرجل، انتم وين توالفوا على الطرز مليح ومن بعد يبان لكم ساهل، انتم نقول لكم نحيوا الرجل وتخدموا بلا بيه. لكن في الوقت الحالي نبداو نتعلموا بالرجل. انا هنا ما رانيش نعلم فيكم تطرزوا، راني نجاوب على التساؤلات. قلنا دروس الطرز راهي تكون في قناه منفصله ويكونوا دروس منفصلين وحدهم باذن الله تعالى. حتى وان لقيت بعض التساؤلات نعتلكم، ولا كانت عندي خدمه نعتلكم، لكن الدروس الاساسيين يكونوا في القناه المنفصله. شوفوا البنات، انا البيد بيشتاعي كيف يتحرك على بيها انا القماش نحركو. شوف يعني نحركو فاسيلمون، نقدر نزيد نرفع شويه، يعني نقدر نعقب القماش بكل اريحيه باسكو البيد بيش تاعي هنا مرخوف. وهذاك هذا الموضوع هذا تاع البيد بيش كيفاه يترخف وكيفاه يتسيره، راني عقبته في قداش من دروس اللي هي في الريغلاج نتاع لا ماشين، يعني ريغلاج نتاع الماشينه اندستريه الاسوه في الياماتا ولا في السنجر. راني هدرت لكم على الموضوع هذا ونعدت لكم منين نرخفوا البيد بيش. درك نعته لكم، يعني لازم سامحوني اللي هو هذا اللي عندها هذا نورمالمون لي ماشين اندستريال كامل عندهم هذا اللي يسيري ويرخف الرجل. انا هذا لما نفتحه الفوق خلاص، يعني شوفي البنات ساعات كي نفتحه خلاص راهو يطير في يدي، يطير كاريما، لكن مش مشكله انا موالفه وما تخافوش. يعني اذا بغات يطير لكم رجعوا حطوه اتكاو شويه، باسكو كاين فيها غوسور، كاين هذاك السلك اللي يطلع ويهبط، اتكاو عليه باش يهبط السلك ودوروا دوره يعاود يرجع يحكم بلاصتو، وما يبطلو يقعد يرخف لكم البيد بيش. شيء ضروري انكم ترخفوا البيد بيش باش تجيو تطرزوا مش البيد بيش، ترخفوا الحامل اللي هو هذا العود. شيء ضروري انكم ترخفوه باش الرجل يترخف على القماش وتقدروا تطرزوا به. راه يعاونكم بزاف يا البنات، يعاونكم باش تتعلموا الطرز، باش تطرزوا حاجه بلو فاسيلمون، يعني باسهل الحاجه تجيكم اسهل في الطرز لما يكون البيد بيش حاكم لكم القماش تاعكم. انا البيد بيش تاعي راهو محلول شويه هنا الداخل، هذا ما نعرف انا، هذا لقيته هكا مع الماشينه، جو سي با واش هي الخاصيه تاعو. انا استعملته للطرز وعلى بالي ما داروش للطرز. انا هنا هذه الخاصيه تاعو انه الحفره تاعو الداخل نعرف كانت تبان لكم جايه كبيره، يعني جايه عريضه، نقدر نشوف عليها الطرز ومن طور الطرز راهو شوف قدامي، يعني عيني ميزاني نقدر نشوف هنا عادي، يعني نقدر نشوف الطرزه قبل ما تروح تحت البيد بيش. هذه هي الخاصيه اللي بنت قلت لكم انكم لازم ترخفوا الرجل هذا ومن بعد تحطوا الخدمه. دوك نشعل الماشينه، قبل ما نشعل الماشينه باش تسمعوني مليح، لاطونسيون تاع الخيط لازم نرخف ونجبد هنا الخيط. لما نجبد ونلقاه باللي يخرج لي مش مرخوف خلاص
ومش مزير، يعني يخرج لي عادي، ها هكا نجبد فيه او يخرج عادي. هذه راه تنصص على الخيط، ما نقولكش حطيها في 10 في 5 في 6، لا كل وحده والماشينه نتاعها. انا هنا مانيش متقيده برقم، راني نحط الخيط ونجبد بالعقل ونشوف عيني ميزاني. او ميم طون لما نخدم راني نشوف اسكو الخيط الصم او الحاجه اللي حطها من فوق، حتى لو كان الحرير، حتى لو كنت تخدمي بالكبه العاديه نتاع الخياطه، هذيك لازم تتعلمي بها، تقدر تتعلم بالكبة تاع الخياطة لأنها تكون أرخص وتكون فيها بزاف وتعاونك في الخدمة، يعني ما يتقطعش بزاف. قلت أنا لما نحط الخيط الحرير الصم اللي راح نخدم به نجبد ونشوف أنه راه يخرج نورمال، ماهوش مسيري، ماهوش مضبوط، مرخوف بليتو. نروح بك لواحد توضيح قبل ما نكملوا على لاتونسيون. البنات اللي يقولوا ولا بزاف بزاف سامعه في الفيسبوك حكايه الصم اللي يتفور، الصم اللي هذا يعني موضوع اخر، لكن انا يعني نعطيكم في عجاله. الصم اللي ينقعوه في الزيت ما كاش منها، ما كاش منها، ما حكايه تنقعوا في الزيت تكب عليه الزيت، راهو غير يطلي لك الدنيا، راهو يطلي الدنيا، يطلي لك القندوره، يديك ما تعرفيش تخدمي. انا هذه جامي جربتها، ما نحط زاد عليه الزيت، ما نقعو في الزيت، ما نبيتو في الزيت، ما نفورو، اونكور مو نفورو، جو با عليه نفورو، لكن ندى الخيط راه يعود يتقطع، نجو با عليه نفورو. ما على باليش انا واش هي المغزى، وشكون اللي قال الكلمه هذه، ما على باليش، ليس لي علم، يعني انا ما احتجتش اني نفورو باش نجرب ولا نشوف. بنهاري انا الصم يمشي لي، او الترز يمشي لي، او المجبود يمشي لي عادي. واش يعمل الفرق هي لا كاليتي، لما يكون الصم تاعك دو موفيس كاليتي، هذيك الجوده الرديئه اكيد راح يتقطع، راه يهبلك. انت واش ديري؟ راكي تشري البرا الخشينه اللي هي ديزويت، اخدمي بالديزويت راهو يعاونك. او ميم طون قطري الزيت هنا في لاطونسيون، قطري الزيت هنا، يعني هنا باش يعود باك يزلق الخيط فاسيلمون ما يتقطعش مع البرا. هذه هي قلنا البرا ديري النيميرو 18 او الرقم 18، تعاونك البرا انها ما تقطعلكش الخيط، او ميم طون تقطري ساعه ساعه هكا، قطري قطره ولا زوز هنا في لاطونسيون باش الخيط يزلق ويعدي ما يتقطعش. هذه هي، هذا في توضيح فيما يخص الصم، وهضروا عليه بزاف الاخوات. انا دي يعني زدت يعني مقطع من عندي كافاده. هنا نحط دوك الماشينه ونرجع الحامل اللي مكانه. شوفوا البنات انا بديت نخدم وحسبت باللي الواحد البورتابل راهو يصور، لكن فينا الموك ما كانش يصور. حبيت ندير توضيح فقط للبنات، انا الصم نتاعي راهو من النوعيه الجيده او البرومي شوا، ولا كيما نقولوا الحر، يعني انا تاعي راهو من المليح، نشري فيه من قسنطينه ب 110 لابوبين، يعني 110000. نخدم يعني القندوره كتعود شارجي تحكم لي بوبينه ونص. هنا شوفوا الخدمه كيفاش راهي مسيريه متقنه، ملس حتى لا كولور تاعو باهيه. نحاول نخدم لكم شويه تشوفوا قدامكم. راهو واضح يا البنات، هكت الفيديو باش ما يزيدش طوال على هكا، على بالي راه طويل، لكن خديت وقتي اني جاوبت على كل تساؤلاتكم. الفيديوهات القادمه باذن الله اكثر شروحات، ما تقلقوش يا البنات، صبروني شويه ما يكون غير خاطركم ان شاء الله. البنات نقول لكم يوم جميل، يوم موفق، ومع السلامه.